فإنما الحمد لله الغلبية العظمى يعني إن شاء الله الناس كويسة، عندنا معدات كويسة جدا سواء عربيات كاسحة أو خاصة بالصرف الصحي أو بالحفر أو بالنقل، أسطول عربيات كبير جدا على مدى ال 24 ساعة، العمل 24 ساعة. الشركة بتساهم في أي حدث موجود لا قدر الله، سواء في حريق زي ما حصل في مصنع الكاوتش أو في الحريق اللي كان جنبنا كده من معداتنا بأفرادنا، الناس بتوع السلامة والصحة المهنية، كجهاز أو كجهة تنفيذية موجودة في المحافظة. طبعا احنا تحت رهن السادة المسؤولين، السادة المحافظ وكل المسؤولين، في سبيل ان احنا نحافظ على المواطن من خلال تأديد الخدمة ومن خلال المساعدة في أي عمل بإمكانيات الشركة البشرية والفنية إن شاء الله. احنا يعني بنشكر حضرتك على هذا اللقاء يعني الجميل المتميز، وبنتمنى طبعا لحضرتك ولكل العاملين في شركة المياه بالمنوفية مزيدا من التوفيق والتقدم والازدهار ان شاء الله. أنا بشكر